صديق الإنسان، إزيك؟ عامل إيه وأخبارك إيه مع الحياة؟ أتمنى يا رب تكون بخير. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة من حلقات الزمن الجميل، هنرجع فيها لزمن المابوغو والماجنجلانز وماتيمبا وسيلاتي وستيكس وتشارلستون وغيرهم، عشان نعرف إيه قصة الأسد ده وإيه أسرار حكايته. يلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الدهاليز على طول ونتعرف على دارك مين جونيور أو دارك مين الصغير ابن الماجنجلانز، الأسد اللي حارب أباؤه مع أعدائه، ونتعرف في العموم على تحالف ذكور فوروايز واسرارهم. بس زي ما احنا متعودين، صديق الانسان، قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد من سلسله اساطير الاسود. صديق الانسان، احنا دلوقتي هنطير سوا وبسرعه جدا لقلب سابي سند، بوابه جهنم للاسود في افريقيا، وهنرجع بالزمن ليوم 7 يونيو سنة 2010، وده اليوم اللي اتشقلبت فيه موازين الأسود في شرق سابي سند بشكل سريع ومفاجئ جدا، لأنه برضو كان هو نفس اليوم اللي اتعرض فيه أخين مابوغو الأصغر مستر تي والملك كينك تيل للمناوشات من خمس ذكور دخيلة. الخمس ذكور الدخيلة دول كانوا هم تحالف أسود الماجنجلانز المتسللين لأرض المابوغو، وتحديدا بقى في إقليم نكورو. لكن مستر تي من غير زفت والملك كنكتيل عملوا خطة زي ما انت عارف صديق الانسان، وقدروا انهم يقفشوا واحد من الخمس اسود وعملوا منه بطاطس محمرة وسابوه لوحده يموت على الطريق. لكن الانتقام كان سريع جدا من الماجنجلانز وحصل في نفس اليوم بالليل، وقدروا انهم يمسكوا الملك كنكتيل وقتلوه بمنتهى الوحشية بعد ما الحراس عملوا المؤامرة بتاعتهم القذرة وفصلوا وعطلوا مستر تي عن اخوه الملك اللي اتقتل. وبعد موت اخوه مستر تي حاول يدافع عن قطيع اناسه واشباله لمدة 13 يوم لوحده، لكن ما قدرش يصد الهجوم اللي كان بيتعرض له من الماجنجلانز لوحده، لحد ما اترك في الاخر ورجع لاخواته الاربعة اللي اكبر منه في السن في الجنوب الغربي للمحمية، عشان الماجنجلانز الاربعة يحكموا ويسيطروا على المناطق كلها المحيطة بملا ملا جيم ولندلوزي. لكن تحالف الماجنجلانز مجاش من كروجر لوحده، لا صديق الانسان، دول كانوا جايين ومعاهم اتنين لبؤات من قطيع اناس ونميل برايد او اناس طاحونة الهواء. اللبؤتين دول قابلوا الماجنجلانز في رحلتهم للسيطرة على الارض، وهربوا من قطيع اناسهم مع شباب الماجنجلانز الجداد، واتشافوا لاول مرة في جزء من محمية مالا مالا جيم اسمه فوروايز، علشان كده اول ما استقروا فيه اتسموا باسم قطيع اناس فوروايز برايد الجديد. واللبؤتين دول كانوا بيتزوجوا مع اتنين من رجالة الماجنجلانز في وقت خروجهم من كروجر لقلب سابي سند. لكن لما استقروا في سابي سند كان اكتر اسد بيتشاف وهو بيتزوج معاهم طول الوقت كان الاسد العملاق دارك مين، الله يعينه يعني. يوم 6 يوليو سنة 2010 كان القطيع ده اتولد فيه اشبال كتير، وكان اكبر شبل فيهم هو شبل ذكر، وده كان اول ابن للماجنجلانز يخلفوه في البرية، والشبل ده يتعرف بعد كده باسم دارك مين جونيور او دارك مين جونيور او دارك مين الصغير، وكل التلاتة صح، وده بسبب التشابه والتطابق الكبير جدا اللي كان بينه وبين ابوه لانه كان نسخة منه. والقطيع اللي كان تحت حكم وحماية الماجنجلانز اتطور بشكل سريع وجميل، واعداد الاسود والاشبال فيه بقت كتير وكتير، لكن بسرعة جدا بتتغير الدنيا زي ما انت متعود معانا صديق الانسان في حلقات اساطير الاسود، لان الاربع رجالة بتوع الماجنجلانز زهقوا وحسوا بالملل بسرعة وقالوا يلا بينا نشوف اراضي تانية وستات جديدة، وسابوا فوروايز برايد واشبالهم لوحدهم ومن غير اي حماية. وفي الوقت ده كان العبء والحمل كبير على اللبؤات اللي ما قصروش في الحماية، لحد يوم 11/7 سنة 2012 وبعد هجمات كتير من تحالفات ذكور تانية ومن أسود جوالة ورحالة، كان كل اللي في قطيع فوروايز وأشبالهم ماتوا ما عدا لبؤة واحدة ولبؤة تانية صغيرة والأسد الشاب دارك مين جونيور، وهم دول اللي قدروا ينجوا من الهجمات المرعبة الشرسة عليهم وفضلوا قاعدين في أرضهم. بالرغم من الإصابات الكبيرة اللي تعرضوا لها، لكن كان عندهم إرادة وعزيمة وسمود زيك صديق الإنسان كده. لكن بعد كده بتحصل لهم حاجة غريبة ونادرة جدا وما بتحصلش كتير في عالم الأسود، وهي ان ابن تحالف رولا الكاستر ميلز المعروف اللي اتولد في قطيع إناس ستيكس برايد بيدخل لقطيع فوروايز. الأسد الشاب ده كان عنده وقتها تقريبا 4 سنين ودخل مسالم ومش عايز يتعارك،
مع العلم صديق الإنسان إنه كان يقدر يهزمهم وبسهولة كمان، لأنه في الوقت ده كان أكبر في الحجم والعمر، والأهم إنه كان جسمه سليم. لكن الأغرب بقى من كل ده كمان إن الأسد جونيور الصغير ما هجمش على الأسد الدخيل ده، بالعكس اتقبله بسهولة وقدمه لباقي القطيع. ومن اليوم ده جونيور والأسد الدخيل بقوا أخوات ومترابطين مع بعض بالدم وما بيفترقوش أبدا. وفضلوا على الحال ده كام شهر، وتحديدا لبداية سنة 2013، لان في الوقت ده بينضم ليهم اسد شاب تاني ومش معروف هو مين او جيناته بترجع لاباء مين في البرية، والاتنين هما كمان بيقبلوه برضو عادي معاهم عشان يكونوا تلات اسود شباب في القطيع. الاسد الاكبر ابن رولال كاستر ميلز اتسمى باسم بيج بوي، وده لانه كان اضخم منهم في الحجم واكبر منهم في العمر. والاسد التاني اتسمى باسم بلوندي مين لان كان عنده عيون صفرة مع لبدته. والأسدين مع ابن الماجنجلانز دارك مين جونيور اتسموا باسم تحالف فور وايز ميلز. التلات أسود فضلوا مع بعض لحد يوم 4/2 سنة 2015، وده الوقت اللي بقوا فيه أسود شبه بالغين، وده نفس الوقت اللي كان بيحصل عليهم مناوشات وضغط من تحالفات تانية زي أبائهم الماجنجلانز اللي شافوهم كبروا وبقوا بيمثلوا خطر وتهديد على حكمهم وعلى قطعان إناثهم، وزي كمان أسدين ماتيمبا الخبرة جينجر ماتيمبا وهيري بيلي ماتيمبا. وتحت الضغط الكبير اللي كانوا بيتعرضوا له ده بيقرر تحالف فور وايز الشاب انه يسيب أرضه كلها عشان يبدأوا دلوقتي في مرحلة التشرد والترحال عشان يشوفوا أرض خاصة بيهم وإناس يتزوجوا معاهم. لكن قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة، والتلات أسود رحلتهم بيكون جحيم حرفيا، لأنهم في سابي ساند اللي مليانة منافسين شرسين جدا حتى لو كانوا ضعاف. والتحالف الشاب بيتواجه مع اخين ستيكس لونج مين وبيج بوي وكمان ذكور سبارتا الثلاثة، وبيحصل بينهم معارك باستمرار اتصاب فيها جونيور اصابات مختلفة في كل جزء في جسمه. وعلشان التحالف الشاب ده يتجنب المواجهات المستمرة دي قرروا في يوم 3 يوليو سنة 2015 انهم يتحركوا لمنطقة شيتا بلاينس. لكن بقى بيقابلوا مين هناك صديق الانسان؟ اخر اسدين ممكن تتوقعهم ويجوا في دماغك. ايه ده صح، هما فعلا اسدين ماتيمبا. عرفت منين صديق الانسان يا لئيم انت؟ تحالف فور وايز الشباب بيلاقي هناك اسدين ماتيمبا اللي بيسحقوا بيفرتكوا واحد منهم الا وهو بلوندي مين. بلوندي كان دخل لارضهم وغوط فيها من غير ما يحس عشان كان طالع يصطاد جاموسه في قطيع جاموس ماشي في ارضهم، لكن اتقفش من ماتيمبا اللي كانوا بيسيطروا وقتها وخد علقه موت وسابوه لما قطيع الجاموس اتدخل فيها. لكن بعد اسبوعين حراس المحمية بيلاقوا جثة الاسد الشاب اللي كان يتحرك حوالي 6 كيلو متر من المكان اللي اتضرب فيه عشان يموت لسببين، مات من الضرب ومات من الجوع. والاسدين الباقيين قالوا لا احنا ملناش لقمة عيش هنا واحتمال نحصل بلوندي، عشان كده حطوا ديلهم بين رجليهم وتحركوا للجنوب في منطقة لايون ساند، وهناك بيلاقوا قطيع إناث الجنوب وطردوا فريدي وسولو أسدين كروجر اللي كنا عملنا عنهم حلقة قبل كده، إن شاء الله هتلاقوها موجودة في وصف الفيديو. المهم إن تحالف فور وايز لما طرد أسدين كروجر خلاهم واقفين على مسافة بعيدة منهم، وبتحصل معركة تانية معاهم ومع تحالف ساند ريفر الضعيف قدر يفوز فيها برضو الأسدين الشباب. وأخيرا الدنيا بتحلو وبيليا بتلعب مع الأسدين اللي اتزوجوا مع اللبؤات واستقروا في المكان. ما تفرحش قوي صديق الانسان وتبتسم، هو انت جديد على القناه ولا ايه يعني؟ لان الاستقرار ده مش بيدوم اكتر من شهرين بالظبط، وفي يوم وليله بيطرد الاسدين بره المنطقه. تحالف تشارلستون العظيم بيدخل للمنطقه وبيطرد اسدين فور وايز وكل التحالفات الموجوده وبيعلنوا نفسهم ملوك للمكان. هنا بقى جونيور بيقول لبيج بوي احنا ملناش يابا عيش في المكان ده عشان احنا يا بنتضرب يا بنطرد يا بيموت حد مننا. وفعلا خرجوا من سابي ساند كلها وراحوا للجنوب ودخلوا الحديقة كروجر واستقروا عند سد النقل، وهناك استولوا على قطيع إناث تي دي برايد أو إناث سد النقل زي ما بيقولوا عليهم، وسيطروا عليه لسنين كتير وخلفوا منهم أشبال. يوم 25 أكتوبر سنة 2019 بيتشاف جونيور وهو مصاب في رجله إصابة مش معروف سببها، وبيختفي من وقتها وما ظهرش تاني في الأدغال الأفريقية، واتقال عليه اشاعات كتير زي انه اتقتل من اسود تانية او انه رجع لسابي ساند واتقتل برضو على ايد تحالفات هناك، او مات بسبب صيده القطيع جاموس وتعرض لاصابة بلغة او بسبب الصيادين غير الشرعيين. كل ده كلام مفيش عليه اي تأكيد، لكن الاكيد انه خلاص اختفى للابد عشان يسيب بيج بوي لوحده.
بيج بوي هو آخر أسد موجود من تحالف فور وايز لحد النهاردة، ولحد النهاردة برضه هو عايش في كروجر مع إناس تي دي برايد وبيربي أشباله وأشبال أخوه. آخر معلومة بقى في تحالف فور وايز، وهي مين الأسد بلوندي، لأن بيتقال عليه إنه ابن المابوغو، ودي معلومة مش صحيحة لأن مسؤولين المحمية قارنوا بين الشارب بتاعه وبين شارب أولاد المابوغو وكانوا مختلفين تماما. الأسد ده كمان مش معروف إذا كان يتولد في نوكوهوما برايد ولا مانجوي برايد ولا أنهي قطيع برايد من الأساس، والوحيد اللي يعرف الإجابة دي هو الأسد دارك مين الصغير أو دي إم جونيور. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة أساطير الأسود. صديق الإنسان، تحب تعرف قصة مين من أساطير الأسود في الحلقات الجاية؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.